مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أنا أستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بالأستاذ عبدالله صاحب شركة راك للأصباغ والديكور. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عبدالله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكم، والتحية لمشاهديكم الكرام والتحية لقناة ABC العربية. شكرا لك على هالكلام الرائع أستاذ عبدالله. بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك في موضوع البزنس. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. بداية جيت على شركة ATA أسكن في دبي، اللي هي تابعة كانت متعاقدة مع شركة دبي بروبرتيز. فبلشت من هناك شغل ابتديت في مجال الديكور بالنسبة للإشراف في مجال الديكور، اللي هي حسب خبرتك. حسب خبرتي. نعم. جميل. نعم. أوكي. وبعد هيك فابتديت فيها، وبعدين اشتغلت على شركة ثانية كإداري، مدير إداري على شركة ديكور. واشتغلت فيها فترة 7 سنوات. وبعديها تاني انتقلت لشركة أخرى كمدير إداري، اشتغلت عليها 2 سنين. والحين تقريبا حوالي 7 سنوات على إدارة هذه الشركة. جميل. الشركة الخاصة. نعم. ما شاء الله عنكم، ما شاء الله. طبعا خلينا نتعرف أكثر أستاذ عبد الله. نعم. عن شركة راك للأصباغ والديكور، عن الخدمات اللي أنتم بتقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي، شو هي خدماتكم؟ تفضل. بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها، أول شيء يعني في البدء من نشكر القيادة الرشيدة، حكام الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. نعم. رئيس صحيح. دولة الإمارات وحكام الإمارات، والتحية بعد لشعب الإمارات عموما. طبعا. فاشتغلنا في مشتغل في مجال الديكور واللي هو الداخلي. بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها اللي هو في مجال الديكور عموما، بالنسبة للمودرن، بالنسبة للكلاسيك، بالنسبة للديكور المغربي. حلو. وبالنسبة للديكور الروماني. أها. وكلها تصمم وتنفذ من خلال شركة راك للأصباغ والديكور. نعم، من خلال الشركة راك للأعمال الأصباغ والديكور. نعم. جميل. في سؤال مهم أستاذ عبد الله، كرجل خبرة في سوق دولة الإمارات وكبزنس مان أيضا، اللي هو كيف قدرت تخلي الشركة مثلا تقنع مجتمع كامل بالخدمات اللي أنت بتقدمها بالرغم من هاي المنافسة الشرسة؟ سوق دولة الإمارات سوق منافس بالطبع. نعم. يعني. أكيد. فضل. أكيد طبعا. بالنسبة للمنافسة، ولهذا أهم شيء طبعا في البدء اللي هي المصداقية وتنفيذ برافو عليك الأعمال يعني في وقتها، والجدية في العمل، والرؤية لأبسط الأشياء يعني أدق التفاصيل في مجال الديكور. طبعا مجال الديكور عالم واسع متطور بسرعة كبيرة جدا، ما في أفق. ما في أفق. في حداثة. فالديكور مكون يعني من أشياء يعني في مجال في شغل الديكور الخشبي والديكور اللي هو الجبس مثل الديكور المغربي، بيعتمد كليا على الجبس والنحت. فهذا الشيء اللي ميزنا اكثر شيء يعني في مجال الديكور بالنسبه للديكور المغربي. وبعد احنا طورنا في الشغل مع تبع الديكور المغربي. طبعا الشغل الاول يعني كان عموما بالجبس والنحت ويشتغلون عليه كامل يعني الجبس. فالحين مع الحداثه دخلنا المودرن اللي هو، ودخلنا عليه تنسيق يعني نقشات مع من الديكور المغربي، وصار التطور وصار الاعجاب اكثر، بالاضافه طبعا للمساتكم على هذا. بالاكيد طبعا اللمسات، وبالنسبه للقياسات بعد القياسات لها اثر بعد يعني طبعاً. بالنسبه لتاخذ القياسات صحيحه في الجدران، بالنسبه للفراغات اللي في الفيلا يعني انت طالما بتشتغل ديكور اول شيء بتنظر للنظره بتحت الفراغات كيف تملاها بصورة يعني مش مقبولة جميلة، مقبولة ما تكون زحمة أو تكون فيها أشياء يعني مسوية للعين، منفرة للعين بالنسبة للألوان، بالنسبة للديكور عموما يعني. برافو عليكم. نعم. برافو عليكم. وبالنسبة للكواليتي أهم شيء طبعا في مجال في المجال الماتيريال موجودة هنا عموما في دولة الإمارات متوفرة. ففي كواليتي تبع الماتيريال
يعني بتختلف من كواليتي لكواليتي. في الديكور المغربي مثلا، الديكور اللي بيكون تقول عنده كواليتي معينه احنا بنشتغل به على متانه اكثر، يعني في سواء في الشانل وفي الفيورينج او في الاشياء هذه بقياسات معينه. يعني مثلا نقول المودرن اللي هو الديكور بيكون خفيف اللي هو البالك هيد 60 مع اناره مخفيه، ده بكون القياس تبع الشانل الاساس من في الاسقف بيكون حوالي 40 سم 35 ل 40 في توزيع الحديد. فلازم وبالنسبه للديكور هذا المغرب منقسم يعني على 30 سم، لازم تكون القياسات تكون متقاربه، تكون 100% وتكون 100%. فالجوده اللي هي ميزتنا والشغل والمصداقيه طبعا عموما، حتى الزباين هنا الحمد لله ولله الحمد بشكر يعني في هاي الشركة. مظبوط صحيح نعم، فمقبلين يعني علينا والحمد لله والشكر لله ما شاء الله. وبعد في الكوست ما يعني دائما احنا بنشوف اقل التكاليف بس بنراعي الماتيريال الكواليتي يعني. طبعا قصة نجاح من السودان الحبيبة والشقيقة الى دولة الامارات العربية المتحدة. طبعا استاذ عبد الله احنا دائما نتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح لانه انت بتستاهل وبتستحق تكون ناجح بحياتك. الان شو هي الرؤية المستقبلية للاستاذ عبد الله كبزنس مان وكمدير في هذا كرائد اعمال خلينا نحكي في هذا المجال؟ تفضل. الرؤية المستقبلية هي في التطوير بالنسبة للتطور في مجال الديكور عموما في الانتريال ديزاينر، وإن شاء الله يعني بنشوف بنطلع لأشياء جديدة، أشياء مميزة نقدر تلفت انتباه الزبون، نقدر نتميز بها أكثر يعني. لله الحمد يعني عندنا احنا الخاصية يعني الشغل مالنا اللي هو عندنا فيه الخصوصية، يعني ممكن ده الشيء اللي يميزنا أكثر في مجال العالم الديكور. فإن شاء الله هنتطور وهنطلع ونحاول نكون من متطورين أكثر يعني مواكبين في مجال الديكور مجال التصميم عموما يعني. أحسنت. الله يسلمك. أحسنتم ما شاء الله عنكم. طبعا زي ما بتعرف إنه إحنا هنا بدولة الإمارات العربية المتحدة أكيد. دولة رقم واحد بالعالم أكيد. تنعم بالأمن والأمان نعم. والرفاهية. بدنا نعم. رسالة شكر من حضرتك نعم. لشيوخنا الكرام طبعا على رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل نعم. نبدأ من عندك. والتحية لشيوخ الإمارات على رأسهم الشيخ محمد سمو الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات عموما على الدعم وعلى نعم على على توفير احدث الطرق واحدث الاساليب في ما شاء الله يعني في التطورات كل شيء يعني متوفر في شتى المجالات وفي المجال تبعنا يعني بعد يعني في مجال الديكور الحمد لله بالنسبه للاغراض يعني ما بندعم فيها يعني مثلا نعمل عليها مثلا من دوله او اوردر نعم. من مكان ثاني او كذا، فهي كلها متوفرة في دولة الإمارات بأحدث التقنيات بأفضل صحيح. التقنيات نعم. فإحنا الشكر موصول من قناتنا السامية ABC العربية نعم. لشيوخنا وحكامنا الكرام طبعا نعم. نتشكرك أنت أستاذ عبد الله كمان نعم. لاستقبالك الرائع لنا في إمارة رأس الخيمة، الإمارة السعيدة اللي إحنا بنحبها كلنا نعم. طبعا قبل نهاية البرنامج بحب أخذ منك لوكيشن الشركة وين احنا موجودين بإمارة رأس الخيمة. تفضل. نحن موجودين في إمارة رأس الخيمة في شارع المنتصر النخيل اللي هو مبنى سنتر بوين من الناحية من الخلفية نعم ناحية جميل اللي هو اللوكيشن كثير سهل وما بتوه وأوريدي أرقام التواصل في أسفل الشاشة مشاهدين الكرام نعم. والآن رح نستعرض بعض الصور والفيديوهات لمشاريعكم أستاذ عبد الله وشكرا لك مرة أخرى. شكرا مرحب بكم وأهلا وسهلا فيكم شرفتونا كثير. الله يزيد. والتحية لكم ولمشاهدينكم الكرام. شكرا لك شكرا لك. مرحبا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.